بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الطلاب الأعزاء، أسعد الله يومكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة مهارات الكتابة الإدارية. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن إعداد المذكرات الإدارية وصياغتها، الخطابات الإدارية، محاضر الاجتماع. نبدأ أولا مع المذكرة، حيث يشير مفهوم المذكرة إلى أنها وثيقة إدارية، والصفة الأساسية لهذه الوثيقة بأنها داخلية. الغرض الأساسي منها تعالج قضايا جارية وتوجه عادة من مرؤوس إلى رئيسه، أو من الرئيس إلى الموظف التابع له، أو قد توجه من زميل إلى زميل، وعادة تستعمل داخل المصالح المركزية أو الخارجية التي ينتمي إليها كل من المرسل والمرسل إليه، بحيث ينتميان معا لمديرية واحدة أو قسم واحد. المذكرة هي التعبير الكتابي عن العلاقات الداخلية بين المصالح، أيضا هي القناة العادية لنقل المعلومات والتعليمات، أيضا يمكننا من خلالها تمرير المعلومات والأخبار وفقا للتسلسل الإداري. كما تحدثنا، فإن دائما أو أغلب الأحيان تكون عملية إرسال المعلومات من خلال المذكرة من المستوى الإداري الهابط، أي من الرئيس إلى العاملين داخل المنشأة، أو قد تكون من ضمن الاتصال الصاعد، والذي تحدثنا عن هذه المسميات في محاضرات سابقة، أو قد تكون من ضمن الاتجاه الأفقي، حيث تشير إلى أنها مذكرة تنتقل بين شخصين في نفس السلم الوظيفي. أين تستخدم المذكرة؟ إجمالا تستعمل المذكرة في الحالات التالية: لإبلاغ التعليمات والأوامر الصادرة عن الرؤساء إلى المرؤوسين، عرض المسائل العادية قصد الحصول على التعليمات من الرؤساء، القيام بالدور الذي تقوم به الرسالة كوسيلة فعالة للاتصالات في جميع الحالات، عندما تكون ويتكون المرسل والمرسل إليه من نفس السلم الوظيفي أو من نفس الإدارة. بخصوص التقديم، تخضع المذكرة لنفس القواعد العامة المتبعة بالوثائق الإدارية الأخرى، مع بعض الخصائص التي تتميز بها المذكرة. من حيث العنوان الخاص بالمذكرة، تكتب كلمة مذكرة متبوعا بذكر المرسل إليه مع صفته الوظيفية، كما نلاحظ الآن على الشاشة في المثال. مثال مذكرة، وهذه المذكرة موجهة إلى السيد مدير الشؤون الإدارية، أو مذكرة إلى السيد عميد كلية الدراسات التطبيقية، أو مذكرة إلى السيد رئيس قسم نظم المعلومات في جامعة الدمام. إذن من ناحية العنوان، تكتب كلمة المذكرة متبوعا بالمرسل إليه مع صفته الوظيفية. تكتسب المذكرة طابعا شخصيا إذا كان الموجه إليه مساعدا أو مرؤوسا، أو كان يعمل بمصلحة أخرى، ولكن الشرط الأساسي لها أنها تابعة لنفس إدارة المرسل إليه وكان هو الشخص المقصود بالتحديد.
قد يكون المرسل إليهم عدة أشخاص أو عدة مصالح، وإذا كان المرسل إليهم عدة أشخاص أو عدة مصالح في هذه الحالة يشار إليهم إما في أول المذكرة أو في آخر المذكرة عن اليمين قبالة التوقيع، وهنا يكتب تحت كلمة مذكرة موضوع. إذا كانت المذكرة موجهة إلى مجموعة من الأشخاص، فعادة ما يتم الإشارة إليهم في أول المذكرة، مثلا مذكرة داخلية نسخة موجهة إلى عميد كلية الدراسات التطبيقية مع الشكر، نسخة موجهة إلى وكيل كلية الدراسات التطبيقية مع الشكر، نسخة موجهة إلى رئيس القبول والتسجيل في كلية الدراسات التطبيقية مع الشكر، نسخة مثلا موجهة إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية مع الشكر. فنلاحظ هنا أن المذكرة موجهة إلى مجموعة من الأشخاص. فإذا كانت المذكرة موجهة إلى مجموعة من الأشخاص، ففي هذه الحالة عادة ما يتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص أنهم في أول المذكرة. إذا لم أرغب بإضافة الجهات في أول المذكرة، أستطيع إضافة أسماء الجهات الموجهة لها هذه المذكرة في الصفحة النهائية وعلى يمين الصفحة في المكان الذي يشير إلى التوقيع، تكون طبعا على يمين التوقيع، يتم كتابة كل الأسماء وكل النسخ. وفي حالة إذا ما كان المرسل إليه أكثر من واحد، يتعين إعداد نسخ من المذكرة الموجهة بقدر عدد المرسل إليهم، وإذا كانت النسخ غير كافية فينبغي تمرير نسخة واحدة على الأشخاص الموجه إليهم للتوقيع مقابل أسمائهم المكتوبة بآخر المذكرة أو في صفحة مستقلة للتأكد من اطلاعهم على محتوياتها، ثم الاحتفاظ بتلك النسخة الموقعة في المحفوظات أو في مصادر التوثيق. أحيانا لا يتم إلا طباعة نسخة واحدة في بعض الجهات، بخصوص موضوع الخصوصية لا يتم إلا طباعة مذكرة واحدة، وحتى إن كانت موجهة إلى مجموعة من الأشخاص لا يتم إلا طباعة مذكرة واحدة. في هذه الحالة حتى أضمن وصول المعلومة إلى كل الأشخاص، أقوم بالتوقيع وأجعل الشخص يقوم بالتوقيع بجانب اسمه إذا تم قراءة المذكرة، ثم نقوم بحفظ المذكرة في المحفوظات أو في أماكن التوثيق الخاصة بالمنشأة. هنالك مجموعة كبيرة جدا من أنواع المذكرات، نذكر منها مذكرة الاستفسار، المذكرة التحليلية، والمذكرة الإدارية. وهنالك أيضا كما تحدث أنواع أخرى وكثيرة جدا من أنواع المذكرات، مثل مذكرة استجواب، مذكرة إعلام، مذكرة إخبار إلى ما شابه ذلك. سنكتفي بالحديث عن ثلاثة أنواع، وهي مذكرة الاستفسار، المذكرة التحليلية، المذكرة الإدارية. نبدأ أولا مع مذكرة الاستفسار. مذكرة الاستفسار هي الوثيقة التي تعالج موضوعا سابقا، وتعالج هذا الموضوع من أجل إتمام هذا الموضوع والحصول على الحقائق الخاصة في هذا الموضوع، أو من أجل إضافة معلومات جديدة ليس بالإمكان عرضها بالطريقة الشفوية أو عن طريق الاتصال الشفوي، حيث في هذه الحالة يكون المرسل مطالبا بتوضيحها بكامل الدقة وبصفة نهائية وبصورة موثقة حتى تعتبر مرجعا ويبنى عليها اتخاذ مجموعة من القرارات وتقديمها إلى الرئيس الذي يحدد على ضوء ما جاء في هذه المذكرة الموقف الواجب اتخاذه بخصوص القضية التي تم عرض المذكرة بها.
من خلال هذا التعريف تتضح الملامح الأساسية لمذكرة الاستفسار ومميزاتها الخاصة. بصفة عامة يكون الغرض من إعداد مذكرة التفسير هو إعطاء تفسير أو توضيح حول قضية جارية أو قضية جديدة أو ما يتعلق بموقف معين أو عمل سابق من أجل الاستزادة به وبالأجل الحصول على المعلومات الدقيقة والمعلومات الكاملة. أين تستعمل مذكرة الاستفسار؟ في غالب الأحيان تعتبر تتمة لعنصر سابق أو لموضوع سابق تم الحديث به. عادة تستند إلى مرجع سابق، وهذا المرجع قد يكون على شكل كتابي أو شكل شفوي. أيضا توجه من رئيس أعلى إلى مرؤوس تابع له يفسره عن واقعه ويتحدث عن نتائجه وعن المعلومات التي تم الحصول عليها. يتوقف في هذه الحالة القرار المتخذ من طرف الرئيس على جواب المرؤوس بناء على ما جاء في مذكرة الاستفسار وإجابته عن القضية التي تم طرحها من خلال المذكرة. الآن سوف نستعرض مجموعة من الأمثلة على المذكرة وتحديدا مذكرة الاستفسار. من هذه الأمثلة، عند تكرار غياب موظف بدون مبرر عن عمله يطلب منه رئيسه تقديم استفسار عن أسباب هذا التغيب أو عن أسباب هذا التأخر عن الدوام. أيضا من الأمثلة على مذكرات الاستفسار، عند قيام موظف بعمل يتنافى والمهام التي يمارسها أو تمس بسمعة الإدارة أو المنشأة التي ينتمي إليها، في هذه الحالة يطلب منه تقديم استفسار عن سلوكه. أيضا من الأمثلة على مذكرات الاستفسار، عند تهاون موظف في القيام بعمله على الوجه المطلوب كعدم إنجازه المهمة أو التأخر في الإنجاز، يطلب منه في هذه الحالة تقديم استفسار عن سبب التأخر أو سبب التعاون. والأمثلة في هذا المجال كثيرة جدا جدا. المذكرة الأخرى التي سوف ندرسها وهي المذكرة التحليلية أو المذكرة التركيبية. نبدأ مع تعريف المذكرة التحليلية أو المذكرة التركيبية. المذكرة التحليلية هي وثيقة قصيرة، وصفة هذه الوثيقة أنها مركزة بحيث تلخص معلومات أو معطيات متفرقة موجودة بملف أو ملفات أو بوثائق مختلفة بشكل مرتب وبشكل منظم وبشكل مفهوم لصالح شخص أو مصلحة معينة. من خلال التعريف السابق للمذكرة التحليلية تتضح الملامح الرئيسية التي تتكون منها المذكرة التركيبية، ومن أهمها دراسة لملف أو وثائق مختلفة وإعطاء النتائج عليها على شكل مذكرات تحليلية، تلخيص وتجميع للمعلومات والمعطيات الموجودة بالملف أو الوثيقة، أيضا القيام بهذا العمل لمصلحة شخص ما عندما يطلب مثلا من المرؤوس، أو تقديمه لمصلحة معينة بناء على طلبه بحيث تكون هذه المعلومات تحتوي على تحليل على شكل مذكرة لأبرز النتائج الخاصة بهذا الموضوع أو الطرح.
يجب تقديم مذكرة التحليل للجهة التي طلبتها وليس لغيرها من الجهات، لأنها قد تحتوي على معلومات حساسة خاصة بالمنشأة، أو لأن الطرف الآخر قد يبني عليها اتخاذ مجموعة من القرارات. أما عن طريقة تحريرها وكتابتها، تعكس مذكرة التحليل جهود وكفاءة ومقدرة المحرر الكفو واستنتاجاته الدقيقة من خلال دراسة الملفات والوثائق، بحيث يتم استغلالها بكيفية علمية ودقيقة للوصول إلى الحقائق الثابتة والمرجوة من خلال مذكرة التحليل. في هذه الحالة يجب على الشخص الذي يقوم بكتابة مذكرات التحليل أن يقوم على دراية ومعرفة جيدة بالموضوع الذي يكتب به، لأنه سوف يحلل بناء على فهمه للموضوع. وأصلا يجب على مدير الشركة أو السلم الإداري الأعلى ألا يكلف أشخاص يقوموا بمذكرات تحليل إلا من أصحاب الخبرة والكفاءة، لأن أي خلل قد ينتج عنه اتخاذ مجموعة من الخطوات الغير مناسبة والغير دقيقة، والتي يؤدي إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الغير سليمة. تناط مهمة القيام بها إلى أعلى درجة في المنظمة، أو أشخاص لديهم التجربة والكفاءة، وغالبا ما تكون دواعي إنجاز هذا البحث مطلوبة بإلحاح استجابة لمتطلبات إدارية، خصوصا بالنسبة للقضايا والمسائل الشائكة والمزمنة والقانونية، كقضايا المنازعات أو القضايا التي تحتاج إلى تحليل، وتحليل دقيق جدا جدا للوقوف على أسباب المشكلة. إذ غالبا ما يكون اتخاذ قرار مناسب في الموضوع بالتأكيد متوقف على معطيات وعناصر قد لا تكون موجودة وقت كتابة المذكرة، إن لم يطلب مذكرة أخرى توضيحية أو تحريرية أو مذكرة تركيبية للموضوع المطلوب. كيف يتم القيام بدراسة المذكرات التحليلية؟ الواقع أن تحليل أي وثيقة يتطلب اتباع الخطوات التالية. أولا، حتى نستطيع تحليل أي وثيقة بالشكل الصحيح يلزم اتباع ما يلي: القيام بعملية ترتيب وثائق الملف ترتيبا منهجيا وفق أنواع الترتيب المعروفة، مثل الموضوع أو مصدر المعلومات أو التاريخ أو الحرف، بالتأكيد حسب ما يتطلبه موضوع البحث. أيضا دراسة الوثائق المترتبة دراسة فاحصة، سواء من حيث طبيعتها ومحتواها أو تاريخ إصدارها والجهة التي صدرت عنها، ثم تبوبها وترتيبها ليتم التعرف بكيفية مفصلة عن الملف الخاص بموضوع الدراسة. أيضا يلزمنا ترتيب المعلومات التي تم الحصول عليها ترتيبا دقيقا وترتيبا منطقيا. أيضا تحديد الهدف المراد الوصول إليه من وراء هذه المذكرة أو من وراء هذه الدراسة. أيضا وضع منهجية للأفكار المراد التعبير عنها والكتابة بها والتوضيحها للأشخاص الآخرين، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الكتابة أو عملية التحرير. الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المذكرات،
وهو الأكثر استخداما ما يعرف بالمذكرة الإدارية. مفهوم المذكرة الإدارية، المذكرة الإدارية تستعملها المصالح الإدارية في الغالب كوسيلة للاتصالات الداخلية، تصدر عن سلطة إدارية عليا بحيث تتضمن توجيهات أو تعليمات إلى المرؤوسين قصد تنفيذ قرار معين، أو تتعلق بتنظيم طرق تيسير مصلحة أو مرفق من المرافق إلى ما شابه ذلك. المذكرة بشكل عام تتمثل بنوع من أنواع التقارير، وهي التقارير صغيرة الحجم والتي تحدثنا عنها بنوع من التفصيل في المحاضرات السابقة، عادة لا تتعدى المذكرة صفحة أو صفحتين، وهذا الوضع الطبيعي لهذه المذكرة ما بين صفحة أو صفحتين، وهي شائعة الاستخدام في مختلف المنشآت الحكومية والتجارية على اختلاف أنواعها. عادة تعد هذه المذكرات بشكل عام سواء إخبارية أو تفسيرية أو تحليلية أو تركيبية، تعد هذه المذكرات عادة لكي ترفع إلى من يشغلون المناصب الإدارية الأعلى، هنالك مجموعة من أنواع المذكرات، ولكن هذه المرة سوف نتحدث عن نوع مخصص من أنواع هذه المذكرات، وهو أنواع المذكرات الإدارية. من أنواع المذكرات الإدارية مذكرة المعلومات، تستخدم مذكرة المعلومات لإيصال معلومة أو طلب معلومة. أيضا مذكرة حل المشكلات، من خلال هذه المذكرة نقترح حلولا ممكنة لمشكلة معينة، وتكون عادة لمستويات إدارية أدنى. أيضا مذكرة إقناع وتحفيز، يستخدم مثل هذا النوع من المذكرات لحث أشخاص معينين على اتخاذ قرار معين. أيضا من ضمن أنواع المذكرات الإدارية مذكرة اقتراح داخلية، عادة تستخدم مذكرة الاقتراح الداخلية لإيصال مقترحات إلى مستويات إدارية أعلى. إذن تحدثنا عن نوعين من أنواع المذكرات، إما أنواع المذكرات بشكل عام والتي تشير إلى المذكرات الإدارية أو التفسيرية أو التحليلية، ثم تحدثت بعد ذلك عن نوع خاص من أنواع المذكرات وهو المذكرات الإدارية، والتي تقسم أيضا إلى مجموعة من المذكرات وهي مذكرات المعلومات، مذكرات حل المشكلات، مذكرات الإقناع والتحفيز، ومذكرات الاقتراح الداخلي. موضوع المذكرة، المذكرات عادة تتعامل مع عدد كبير جدا من الموضوعات والمستويات، مثل توصيل معلومات لمن يشغلون المناصب الإدارية الأعلى، وإذا كانت المذكرة لمن يشغلون المناصب الإدارية الأعلى في هذه الحالة عادة ما يتم إنهاء المذكرة بعبارة مثل رجاء التكرم بالعلم، أو رجاء الإحاطة، أو رجاء التكرم بالمعرفة.
إذن إذا كانت المذكرات موجهة إلى المستوى الإداري الأعلى، فعادة يتم إنهاء هذه المذكرات بعبارات مثل العبارات التالية: رجاء التكرم بالعلم، أو رجاء الإحاطة. قد تعرض المذكرة مشكلة ويقترح كاتب هذه المذكرة حلا لها، وإذا كانت هذه المشكلة تعرض مشكلة وحلا لهذه المشكلة، تنتهي هذه المذكرة من هذا النوع بالرجاء التكرم بالموافقة. إذن إذا كانت المذكرة مذكرة مشكلة ويقترح كاتب هذه المذكرة حلا لهذه المشكلة، يتم كتابة رجاء التكرم في الموافقة في أسفل أو في نهاية المذكرة. أيضا قد تعرض المذكرة من خلال موضوع الكتابة لموقف معين أو مشكلة معينة يرفعها كاتبها إلى الرئيس طالبا منه التوجيه فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع هذا الموقف أو هذه المشكلة. أما عن الشكل العام للمذكرة الإدارية، يمكن توضيح الشكل العام للمذكرة كما يلي: أولا، يجب أن تحتوي المذكرة على اسم وشعار الشركة. إذن الأمور الواجب توفرها بالمقدمة الخاصة بالمذكرة الإدارية. وبالشكل العام للمذكرة الداخلية، نبدأ أولا بالشكل العام المذكرة الداخلية. يجب أن تحتوي على اسم وشعار الشركة، ثم المقدمة، والمقدمة تشمل على مرسل المذكرة والمخاطب والتاريخ والرقم والموضوع والمرفقات. وهذه من أول الأمور الرئيسية التي يتم التمييز بينها وبين محاضر الاجتماعات والخطابات والندوات. إذن في المذكرة وفي المقدمة يجب أن تشتمل على مرسل المذكرة والمخاطب أي الشخص الذي سوف يستلم المذكرة والتاريخ والرقم والموضوعات، ومن ثم الإشارة إلى عدد المرفقات إذا كان هنالك مرفقات. بعد اسم وشعار الشركة وبعد المقدمة يأتي مباشرة صلب الموضوع أو هيكل الموضوع. من خلال صلب الموضوع نتحدث عن المشكلة أو ماذا نريد إيصاله إلى المستويات الإدارية المختلفة. بعد اسم وشعار الشركة ثم المقدمة ثم صلب الموضوع أو هيكل الموضوع يأتي المطلوب. في مرحلة المطلوب يوضح هذا القسم الأجزاء المطلوبة بناء على المعلومات، ثم التحية، وكما تحدثنا في المحاضرة السابقة وفي هذه المحاضرة في الجزء السابق قد تختم العبارات رجاء التكلم بالعلم، أو رجاء الإحاطة، أو رجاء التكلم بالإفاقة وبالموافقة، حسب طبيعة الجهة التي سوف يتم تسليمها المذكرة. ثم بعد ذلك يأتي التوقيع، ويكون عادة في الجانب الأيسر من الورقة الأخيرة. هناك مجموعة من خصائص المذكرة الجيدة ومجموعة من الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة المذكرات. من هذه الأمور
وهذه الأمور الأساسية والمهمة جدا ألا يبدأ كاتب المذكرة كتابة المذكرة التي سوف يتم رفعها وتوصيلها إلى المستوى الإداري الأعلى إلا بعد دراسة الموضوع بشكل تفصيلي، دراسة وافية والإلمام بجميع الجوانب وجميع كل البيانات والحقائق اللازمة عن الموضوع. إذن يجب ألا يبدأ كاتب المذكرة كتابة المذكرة التي سوف يرفعها إلى الجهة الإدارية أو الجهة التي طلبت هذه المذكرة إلا بعد دراسة الموضوع دراسة وافية والإلمام جميع الجوانب وجميع كل البيانات والحقائق عن الموضوع. أيضا أن يستخدم اللغة المناسبة وأن يجعل المذكرة على قدر كاف من التوضيح بالنسبة للأفكار التي تضمنها وبالنسبة للتفاسير التي سوف يقوم بإعطائها. أيضا من خصائص المذكرات الجيدة أن يستخدم في المذكرة الشائع من الكلمات. أيضا من خصائص المذكرة الجيدة، وهذه خاصية مهمة جدا جدا، أن يفصل كاتب المذكرة رأيه الشخصي بالنسبة للمسائل التي تعرضها المذكرة عن الحقائق والمعلومات التي تتضمنها المذكرة. الرأي الشخصي غير مهم إلا إذا طلب منا توضيح فكرة معينة، لكن عادة المذكرة بكونها جزءا مختصر من صفحة أو صفحتين وتوجه بشكل مبين وماذا نريد من هذه المذكرة بالتحديد، فإننا ننصح دائما بالابتعاد عن الرأي الشخصي والكتابة من خلال الفهم ومن خلال الواقع الصحيح ومن خلال المستندات الموجودة. أيضا من الأمور الرئيسية والحساسة من خصائص المذكرة الجيدة أن تكون المذكرة خالية من الأخطاء النحوية والإملائية، وقد تحدثنا بنوع من التفصيل عن الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية. أيضا من خصائص المذكرة الجيدة أن تقدم المذكرة في وقت مناسب من حيث الزمان والمكان للجهة المقدمة لها حتى يتعامل مع ما يرد فيها بمنطقية ومهنية. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو إعداد وصياغة الخطابات. إذن كما تحدثت الآن سوف نبدأ من موضوع إعداد وصياغة الخطابات. نبدأ أولا بتعريف الخطاب. تعتبر الخطابات من أهم وسائل الاتصال التي تلجأ إليها المنشأة للاتصال بالغير، كما أن جمهور المنشأة الخارجي من عملاء وموردين يلجأون إليه كوسيلة مهمة للاتصال بالمنشأة. إذن المذكرة تكون للتخاطب الداخلي، بينما الخطابات تكون للتخاطب والتحاور الخارجي. فمثلا نسمع بناء على الخطاب الموجه مثلا من وزارة الداخلية الذي ينص على ما يلي، نلاحظ أن هذا الخطاب كان موجه من جهة إلى مستخدمين آخرين من خارج الجهة. أيضا قد يكون في بعض الحالات الخطاب داخلي، لكن إذا كان الخطاب داخلي جرت العادة أن يعرف وكأنه بمذكرة داخلية. إذن الخطابات
من أهم وسائل الاتصال التي تلجأ إليها المنشأة للاتصال بالغير، كما أن جمهور المنشأة الخارجي من عملاء وموردين يلجؤون إليه كوسيلة مهمة للاتصال بالمنشأة. في الواقع كل موظف يجب أن يكتسب مهارة خاصة في كتابة الخطابات أو ما يطلق عليها أيضا أحيانا الرسائل، وأن يكتسب المهارة الخاصة من حيث الصياغة والإخراج التي من شأنها توصيل الفكرة بأقل جهد وبأكثر دقة وبأكثر مضمون داخل الخطاب. هنالك مجموعة من الشروط التي يجب الانتباه لها عند كتابة الخطاب، والتي تعرف بشروط الخطاب الجيد. من أول هذه الشروط الاختصار، يجب أن نستعمل ويستخدم في الخطاب القدر المناسب من الكلمات التي تمكن كاتب التقرير من توصيل ما يريد توصيله من أفكار دون تطويل أو تقصير مخل في المعنى. فلا يجوز الاختصار بقدر يؤثر على المعنى، ولا يجوز التطويل بسبب أو بطريقة تؤدي إلى نفور المستخدم والمستقبل لهذا الخطاب، وما يعرف بالإطناب والحشو والتي تحدثنا عنه في محاضرة سابقة. أيضا من شروط الخطاب الجيد الوضوح، بحيث أن يكون الخطاب واضحا ولا يترك لقارئه الفرصة للتساؤل عما يقصده كاتب الخطاب. أيضا السهولة، بحيث يجب اختيار الكلمات البسيطة السهلة والجمل القصيرة غير المعقدة، ولاحظة أساسية وهي عدم التأثير على المعنى بالتقصير. أيضا من شروط الخطاب الجيد الذوق واللباقة، أن يراعي آداب اللباقة والذوق مهما كان مضمون الخطاب وظروفه، حتى وإن كان الخطاب خطابا يقصد به استفسار عن موضوع قد يزعج قارئ الخطاب، أو مضمونه قد يزعج متلقي الخطاب. هنالك مجموعة من الأصول التي يجب مراعاتها عند كتابة الخطابات. يجب أن يكون لدى كاتب الخطاب كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها، ونلاحظ هذه النقطة تكررت معنا في التقارير وفي الأبحاث وفي المذكرات وأيضا في الخطابات، أنه يجب أن يكون لدى كاتب الخطاب كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها حتى يكتب الخطاب بالطريقة الصحيحة، وحتى تحتوي على المعلومات الصحيحة السليمة والتي سوف يبنى على الخطاب اتخاذ مجموعة من القرارات. عند الرد على خطاب معين يجب الإشارة إلى الخطاب الذي تتعلق الإجابة به. فمثلا وجه عميد الكلية خطابا إلى أحد الأشخاص خارج الكلية بكتاب رقم 300 فرضا، وأراد هذا الشخص أن يرد على عميد الكلية، فيجب الإشارة إلى رقم الخطاب، فيبدأ الخطاب أو يحتوي الخطاب إشارة إلى خطابكم رقم 300، فإننا نشير إلى ما يلي. إذن عند الرد على خطاب معين يجب الإشارة إلى الخطاب التي تتعلق الإجابة به. عند الرد على خطاب يتضمن عددا من الموضوعات، فيجب الرد على هذه الموضوعات بترتيب ورودها في الخطاب الأصلي، لأن المهم
عملية الترتيب حتى يسهل الفهم ويسهل المقارنة ما بين السؤال والجواب. السؤال طبعا الخطاب المرسل الأصلي، والإجابة في خطاب الرد على الخطاب الأصلي. مثال: كان يكتب إشارة إلى خطابكم رقم 314 بتاريخ 25/4/2015، والخاص بطلب توريد بعض معدات الحفظ لشركتكم. نحيط سعادتكم بأنه قد تم الموافقة على ذلك. أيضا من الأصول التي يجب مراعاتها عند كتابة الخطابات، عند الكتابة لابد من الانتهاء من الموضوع المطلوب تغطيته أولا، ثم الموضوع الآخر، ثم الموضوع الثالث، وهكذا. أي عند الانتهاء من الموضوعات المطلوب تغطيتها أولا بأول حتى لا يختلط الأمر على القارئ. أيضا من الأصول التي يجب مراعاتها عند كتابة الخطابات عدم تكرار الفكرة أو المعلومات في خطاب واحد، وهذا يقصد به مفهوم الحشو والذي تحدثنا عنه في محاضرات سابقة، تكرار الكلمات وتكرار الجمل التي تؤدي إلى تعبئة الخطاب، ولكن في الحقيقة هي قد تؤثر سلبيا على فهم الخطاب، وقد تؤثر على طريقة اتخاذ الخطابات الخاصة في القرارات التي سوف يتم اتخاذها بناء على الخطابات. أيضا من الأصول التي يجب مراعاتها عند كتابة الخطابات عدم تضمين الخطاب المرسل من منشأة إلى منشأة أخرى أي أوامر أو أي كلمات تحمل صياغ الأمر، مثل اذهب، افعل، قم، نفذ. لا ينصح بتضمين الخطاب المرسل من جهة إلى منشأة أخرى أي أوامر أو كلمات قد تحمل صياغ الأمر. مثال على ذلك: الرجاء التكرم بسرعة إرسال كمية من الورق المطلوبة قبل نهاية سبتمبر لسنة 2012 حتى نتمكن من إعداد كراسات الامتحانات الخاصة بطلاب الكلية قبل امتحان آخر العام وقت كافي. أيضا من الأصول التي يجب مراعاتها عند كتابة الخطابات وهي استخدام الكلمات الشائعة والسهلة والبسيطة، ونلاحظ أيضا اشتراك هذه الخصائص مع المذكرة ومع الخطابات ومع الأبحاث والتقارير بخصوص استخدام الكلمات الشائعة والسهلة والبسيطة. هناك مجموعة من المعايير للحكم على مستوى جودة الخطاب، وحتى أتأكد أن هذا الخطاب صحيح أو به أخطاء، بعد الانتهاء من كتابة خطاب معين يجب أن يسأل كاتب الخطاب نفسه الأسئلة التالية، وهو يقرأ الخطاب بعد كتابتها. أولا: هل قدمت في الخطاب كل المعلومات والبيانات والأمور المطلوبة أو المفروض تضمينها ووصولها إلى الأفراد الموجه إليهم هذا الخطاب؟ فإذا كانت الإجابة بنعم أنتقل إلى النقطة الأخرى، إذا كانت الإجابة بلا أو عدم اقتناع أقم بإعادة الكتابة. أيضا: هل المعنى المقصود بالخطاب واضح؟ أيضا: هل يمكن لقارئ الخطاب إدراك هذا المعنى بسهولة ودون غموض أو لبس أو تشابه في الموضوعات؟ أيضا: هل الخطاب سهل الصياغة؟
أيضا هل هنالك في الخطاب أي أخطاء نحوية أو إملائية أو طباعية أو أخطاء فنية في كتابة الخطاب على الحاسب تقلل من قيمته وتجعله غير صالح للإرسال؟ إذا كانت دائما الإجابة إيجابية ولا يوجد مشاكل والصياغة واضحة ولا يوجد أخطاء ولا يوجد غموض، فإن ذلك يؤدي إلى خطاب جودته عالية. لكن إذا اقتنعت أو شككت بأن هنالك مشاكل، أقم بتعديلها حتى أصل لأعلى جودة ممكنة في الخطاب. أنواع الخطابات كثيرة جدا، نذكر منها. يمكن تقسيم الخطابات حسب المواضيع التي نتعامل معه في الخطابات كالتالي، من الأمثلة عليها أو أنواع الخطابات: خطاب طلب بضاعة، خطاب الإشعار بوصول بضاعة أو تسليم قيمتها، خطاب الإرفاق، خطاب الاستفسار وخطاب الرد على الاستفسار، خطاب إعطاء التوجيهات والتعليمات، خطاب شكوى، وخطاب اعتذار أو خطاب التقديم أو التزكية، أو خطاب الدعوة وخطاب الرد على الدعوة، وخطاب طلب الوظيفة أو الخطابات الدورية. نبدأ بشرح مجموعة من هذه الأنواع، ومن أول هذه الأنواع التي سوف نستعرضها بمشيئة الله خطاب طلب بضاعة. عند كتابة خطاب طلب بضاعة يجب مراعاة ما هو آتي: إعطاء كل البيانات عن البضاعة وكل المعلومات التي نحتاجها في البضاعة بشكل كامل وبشكل لا يترك الطرف الآخر بلبس في الموضوع. أيضا يجب مراعاة عرض البضاعة المطلوبة وكمياتها وأسعارها وأرقامها في الكتالوج إن وجد، في صورة جدول إن كان ذلك ممكنا، بحيث نصل إلى ترتيب ودقة عالية ما ينتج عن ذلك عدم أخطاء في طلب البضاعة. أيضا من الأمور التي يجب مراعاتها عند خطاب طلب البضاعة وكتابته هي ذكور بشكل واضح شروط التسليم والدفع المطلوب. من الأنواع الأخرى أيضا خطاب الإشعار بوصول بضاعة أو تسلم قيمتها. عادة ما ترسل مثل هذه الخطابات لمجرد الإعلام بوصول بضاعة مطلوبة أو تسليم قيمة من هذه البضاعة. من الأمثلة على الخطابات الخاصة بخطاب الإشعار بوصول بضاعة أو تسليم قيمتها: قد يتم استخدام بطاقات مطبوعة أو خطابات فردية، يرفق مع الخطاب ما يثبت وصول البضاعة أو إيصال بتسليم قيمة البضاعة المرسلة. يشار في الخطاب إلى رقم طلب العميل وتاريخ هذا الطلب حتى تكون الأمور واضحة ويتم التأكد والتحري في حال وجود أي مشاكل. أيضا من ضمن الأنواع الخاصة بالخطابات خطاب الإرفاق.
كثيرا ما ترسل المنشآت التجارية أو الحكومية أو غيرها مواد مطبوعة أو كتالوجات أو عينات أو محاضر اجتماعات معينة إلى من يعنيهم الأمر، ويتم في هذه الحالة إرسال خطاب يرفق به ويوضح الأشياء التي تم إرفاقها، يعرف ذلك بخطاب الإرفاق. أيضا هنالك نوع آخر وهو خطاب الاستفسار، هذا الخطاب عادة ما يتضمن استفسارا عن أمر من الأمور، وفي مثل هذا النوع من الخطابات يجب مراعاة ما يلي: أن يكون الخطاب قصيرا ومركزا، وأن يركز الخطاب على النقاط المطلوب الحصول المعلومات بها، وعدم استعراض غيرها من النقاط. أيضا هنالك الخطاب الرد على الاستفسار، في حالة كتابة خطاب رد على استفسار معين يجب أن يكون الرد شاملا لجميع النقاط المستفسر عنها، وأن يكون متضمنا كل المعلومات الإضافية المتصلة بها، فخطاب الرد على الاستفسار يجب أن يتضمن ردا على كل الأسئلة المشار إليها في خطاب الاستفسار الأصلي، وإضافة أي بيانات أخرى مرتبطة بهذه الأسئلة. أيضا من أنواع الخطابات خطاب إعطاء التوجيهات والتعليمات، قد يكون الهدف من الخطاب إعطاء توجيهات أو تعليمات إلى بعض العاملين أو إلى وكلاء البيع أو إلى غيرهم، يجب أن يراعي الخطاب التوجيهات والتعليمات ما يلي: توضيح ما هو مطلوب بدقة وعدم ترك الشخص قارئ الخطاب في حيرة من أمره، شرح كل ما هو مطلوب عمله وتنفيذه وإعطاؤه المعلومات والبينات الكافية عنه أيضا، حتى لا يترك قارئ الخطاب في حيرة من أمره، وحتى يحدد ماذا يريد طالب الخطاب منه الصورة الواضحة والدقيقة، وحتى يستطيع فهم كل ذلك، وبالتالي ينتج عن ذلك خطابا قويا وخطابا شاملا. أيضا هنالك خطابات شكاوي، قد يكون موضوع خطاب الشكوى التذمر من شيء معين، فقد يشكو العميل من أن السلع التي طلبها والتي وصلته كانت غير مطابقة للمواصفات، أو كمثال آخر قد يشكو أحد عملاء الشركة من عدم إمكانية الحصول على قطع غيار لمنتجاتها، أو قد يتضمن ذلك خطاب شكوى في أي بند أو من النقاط. ونلاحظ في كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة وفي كل شركات الطيران عادة ما يتم هنالك إعطاء ورقة على شكل مسمى خطاب شكوى، توضع في مكان محدد أو في مكان يتم توصيلها إلى الأشخاص، لأن خطاب الشكوى خطاب مهم يساعد في معرفة نقاط ضعف المنشأة إذا وجدت أو تأكدنا من صحة الشكوى، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وتعزيز الدقة والشمول. في خطاب الشكوى يجب مراعاة ما يلي: الذوق واللباقة، ذكر الحقائق بوضوح مع تجنب ذكر بيانات غير ضرورية،
ونلاحظ أول نقاط التي تحدث عنها وهي الذوق واللباقة، حتى وإن كنا نقوم بتقديم شكوى وكان هذا الشخص الذي قدمنا به الخطاب قد يكون قد أساء، أو قد يكون هذا الشخص غير قائم بعمله على أكمل وجه، إلى أن في الأصل في كل الخطابات والتي من ضمنها أيضا خطاب الشكوى أن يكون هنالك الذوق واللباقة. أيضا تجنب ذكر أي معلومات إلا إذا كان صاحب الشكوى مستعدا لإثباتها، لأنه بالتأكيد قد ينتج على مثل هذه الخطابات اتخاذ عقوبات أو اتخاذ مجالس تحقيق، فبالتالي تجنب ذكر أي معلومة إلا إذا كان صاحب الشكوى مستعدا لإثبات هذه المعلومة. أيضا من ضمن الخطابات خطاب الاعتذار. عادة ما يكون الاعتذار عن بعض الضرر أو الإساءة التي لحقت بفرد ما أو جهة معينة، وقد يكون الاعتذار عما يلي: وصول البضاعة متأخرة، تأخير الموارد في الحصول على مستحقاتها لدى الشركة، عدم تمكن الشركة من واجهة طلبات عميل معين لبعض السلع، والكثير جدا من اختبارات وأمثلة خطابات الاعتذارات. هنالك عدد كبير جدا من أمثلة خطاب الاعتذارات. أي خطاب موجه بصيغة اعتذار أو عدم تمكن يعرف بذلك خطاب الاعتذار. في خطاب الاعتذار يجب مراعاة الآتي: الرد على نقاط الشكوى واحدة بعد الأخرى، وعدم ترك أي واحدة منها، لأن الشكوى قد تكون منظمة ومرتبة بطريقة معينة. أيضا من الأمور التي يجب الانتباه لها عند كتابة خطاب الاعتذار: عدم الإكثار من الاعتذار وتبرير الأخطاء، ولكن يجب التأكد للشخص الشاكي على أن شكواه موضوع دراسة واهتمام، وأن إجراءات معينة ستتخذ بخصوصها إذا تأكدت هذه المشكلة، وأنه سوف يعمل على تلافي أسباب الشكوى مستقبلا. أيضا من أنواع الخطابات خطاب التقديم أو التزكية. المقصود بخطاب التقديم أو التزكية تقديم شخص معين إلى صاحب عمل أو جهة معينة بهدف مساعدته في الحصول على عمل أو إسناد بعض الأعمال إليه كالوكالة أو غيرها، ويجب أن يكون هذا الشخص معروف للشخص الذي قام بتقديمه، ويكون ثقة وعلى قدر كافي من المسؤولية على إنجاز الأعمال التي سوف توجه إليه. أيضا الأمثلة على خطاب التقديم أو التزكية: عند تخرج الطلاب أو الطالبات من الجامعة يقومون بالذهاب إلى مدرسي المواد أو إلى أعضاء هيئة التدريس، قد يقوم وحتى يقوم عضو هيئة التدريس بكتابة خطاب توصية أو خطاب تزكية إلى الجهة التي سوف يتدرب عندها الطالب أو يتوظف عندها. يجب أن يتحقق في خطابات التقديم أو التزكية الآتي: أن يذكر في الخطاب اسم الشخص وموضوع التوصية، أن يتضمن الخطاب عرضا تفصيليا للشخص المستفيد من حيث مؤهلاته وخبراته وميزاته وجميع الأمور الخاصة به، وأيضا مدى معرفة الشخص كاتب خطاب التقديم بالشخص المستفيد، وبناء على ماذا تم منحه هذه التوصية. أيضا من أنواع الخطابات الأخرى خطاب الدعوة.
خطاب الدعوة قد يؤخذ عليه بأنه مكون من جهتين. الجهة الأولى ما تعرف بطابع الرسمية، والجهة الأخرى بطابع عدم الرسمية. طابع الرسمية وعادة ما تصاغ باستعمال ضمير الغائب، مثل يسرنا دعوة سعادتكم لحضور حفل تخريج كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. أو قد يكون طابع الشخصية وعدم الرسمية. في كلا الحالتين يجب في خطابات الدعوة أن يذكر بوضوح الوقت واليوم والمكان بالتحديد، حتى يسير ذلك ويسهل وصول المدعوين إلى مكان الاحتفال أو مكان الجهة التي قدمت من أجلها الدعوة. أيضا من الأمور التي يجب مراعاتها في خطاب الدعوات أن يتضمن عنوان أو رقم تليفون أو رقم تواصل معين يستخدمه الأشخاص المدعوين في حالة الرد على الدعوة وقبولها أو في حالة الاعتذار. أيضا خطاب الرد على الدعوة، من اللباقة والذوق الرد على الدعوة وصلت إلى شخص أو مسؤول معين، حتى وإن كان مضمون الرد بعدم التمكن من الذهاب، لأن ذلك يعتبر نوعا من اللباقة والذوق. يتضمن الرد الشكر على توجيه الدعوة وحرص ملتقى الدعوة على تلبيتها. يحاول دائما متلقي الدعوة أن يلبي الدعوة، لأن أيضا ذلك يعتبر نوع من اللباقة والذوق. أن يذكر في الخطاب ما إذا كان الفرد المتلقي سيكون قادرا على تلبيتها أو الاعتذار عن ذلك، ذاكرا سبب عدم التمكين من تلبية هذه الدعوة. الاعتذار يعتبر من الأمور المهمة إذا كان الشخص المعتذر عن تلبية الدعوة من الشخصيات المطلوبة أو الهامة، وأحيانا يكون هنالك دعوات بعدد محدد، فإذا وجهنا دعوة إلى شخص ورفض أو اعتذر نقوم بإعطاء هذا المقعد إلى شخص بديل. لكن أحيانا بعض الأشخاص ويعلمون أن المقاعد محدودة لا يقومون بالرد، فيترك صاحب الدعوة في حيرة من أمره، وقد يؤثر على الدعوة بشكل عام. أيضا من أنواع الخطابات الخطابات الدورية. أهداف الخطاب الدوري توصيل معلومات إلى أكبر عدد من الأفراد، إقناع المتلقين لهذه الخطابات الدورية بموضوع أو أمر من الأمور، مثل ما يحدث في الخطابات الدورية التي ترسلها شركات التأمين لعملائها وأفرادها الجمهور، تخبرهم فيها بإصدارات وإعطاء شهادات تأمين جديدة مع ذكر شروطها وميزاتها والعروض الموجودة لديها. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأخير في هذا الفصل إن شاء الله، وهو تدوين محاضر الاجتماع. تعتبر محاضر الاجتماعات مستندات قانونية مهمة للقرارات والانتجازات التي قامت بها الشركة أو المجموعة، أو القرارات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى أنها أدوات معلوماتية مهمة. وعادة ما تعطى مسؤولية كتابة المحضر للأشخاص المؤهلين والموثوقين من قبل المنشأة، لأنها بالتأكيد يجب أن يكون لديه خبرة، لأنها تعتبر كقانون ملزم للمنشأة ويبنى عليها اتخاذ مجموعة من القرارات.
المحاضر ثلاثة عناصر رئيسية، وهي مقدمة المحضر وهيكل أو صلب الموضوع أو الخاتمة. نبدأ أولا بمقدمة المحضر. تأتي دائما في مقدمة الصفحة وتحتوي على أهم المعلومات الواردة في المحضر، مثل زمان ومكان وأغراض الاجتماع، اسم ووظيفة رئيس الاجتماع، عدد الحضور خاصة في الهيئات التي تطلب اجتماعاتها اكتمال النصاب القانوني لمناقشة العمل التجاري أو الاستثمارية باقتراحات أو اتخاذ مجموعة من القرارات. أيضا أسماء الحضور وشركاتهم ووظائفهم. بعد ذلك نأتي إلى صلب المحضر أو هيكل المحضر أو هيكل الموضوع. يحتوي صلب المحضر على ما تم تداوله في الاجتماع بالتحديد، القرارات التي تم اتخاذها والاقتراحات والمعلومات التي وردت. أفضل طريقة لكتابة هيكل المحضر هو اتباع تسلسل الموضوعات كما جاءت في جدول الأعمال وعدم اختلاطها ببعضها البعض. فمثلا أكتب على البند الأول ثم أعود للكتابة على البند الثالث ثم أرجع للبند الأول، هذا سوف يؤدي إلى عدم فهم التقرير أو المحضر بالطريقة الصحيحة. جدول الأعمال يمثل البنود التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع ويقوم بتحضيرها قبل الاجتماع عادة رئيس الشركة أو السكرتير أو من يفوضه بذلك. فإذا كان هنالك جدول الاجتماع تأكد من حصولك على صورة من قبل بدء الاجتماع أو على الأقل في بداية الاجتماع، بحيث أن جدول الاجتماع يمثل نقاطا إرشادية فقط ولا تعتبر بنوده معتمدة، لأنه ربما تتغير نتيجة لبعض الاعتبارات أو قد يكون هنالك تغيير في بعض الأحيان لمحاضر الاجتماع مجتمعة إذا حدث داخل المنظمة أو داخل المنشأة ما يستدعي ذلك ببند ما يستجد من أعمال. في بعض الحالات يحتوي صلب الموضوع على التالي: أسماء ووظائف كل الذين قدموا تقارير في الاجتماع مع تلخيص لتقاريرهم. إذا كان التقرير مكتوبا في هذه الحالة يفضل إرفاقه. أيضا بعض الحالات التي يجب أن يشتملها صلب الموضوع أو هيكل الموضوع: أسماء المتحدثين الآخرين مع ملخص لأقوالهم على شكل توثيق والتركيز على أهم المعلومات. أيضا تسجيل نتيجة التصويت وعدد الذين صوتوا بنعم والذين صوتوا بلا وعدد الممتنعين عن التصويت. الخاتمة تحتوي على أربعة معلومات مهمة، وهي زمن نهاية الاجتماع، اسم ووظيفة وتوقيع كاتب المحضر، وإذا تمت طباعة المحضر بواسطة شخص آخر يجب كتابة اسمه، أيضا توقيع جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع كنوع من التوثيق وكنوع من الإلزام لاتخاذ مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع معين. خطوات وإجراءات تدوين المحاضر: يفضل ما يلي: جهز جدول أعمال الاجتماع لأنه سيساعدك في الحصول على الأفكار الرئيسية وبالتالي يساعدك في تنظيم نقاط المحضر.
ابدأ بتسجيل المعلومات المهمة الخاصة بمقدمة المحضر وزمن ومكان الاجتماع، عدد الحضور والهدف من عقد الاجتماع. أيضا اكتب لكل بند عنوانه حتى يتسنى للقارئ الوصول إلى البند الذي يريده بسهولة. أيضا اكتب النقاش الذي تم عن كل بند ثم القرار الذي تم اتخاذه، ويتم في ذلك الاجتماعات عادة على شيئين هما توصيل المعلومات واتخاذ القرارات. فإذا كان يتعلق بتوصيل المعلومات فإنه يجب إضافة شكل محدد للمحضر. أما إذا كان الموضوع اتخاذ قرارات فيجب كتابة ما هو تالي: أولا، ما هو القرار المتخذ؟ وما هم الأشخاص التي وكلت لهم المسؤوليات؟ وما هو التاريخ المحدد لإكمال المهمة على شكل ما هو القرار المتخذ؟ أو سؤال: لمن المسؤوليات المكملة والموكلة والمحددة؟ ومتى تاريخ ومكان تدوين وتنفيذ كل ما جاء بمحضر الاجتماعات؟ في حال التصويت الشفهي على الاقتراحات بدون عدد الأصوات يمكن تدوين ذلك بالمحضر بإيجاز تمت الموافقة على المقترح أو الرفض. إذا تم حساب عدد الأصوات فيجب أن يحتوي المحضر على عدد المؤيدين وعدد المعارضين وعدد الممتنعين عن التصويت وعدد الغائبين بوضوح. أيضا اكتب مسودة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، وتذكر بأن المحضر يجب أن يكون موجزا ومناسبا. اختم المحضر بطريقة مهنية بكتابة المختصرة للمعلومات المهمة مثل زمن نهاية الاجتماع، اسم كاتب المحضر وتوقيعك، واسم طابع المحضر. في بعض الحالات زمن نهاية الاجتماع قد يتم وضعه في المقدمة مع زمن بداية الاجتماع. مثلا نكتب في المقدمة: وقت الاجتماع من 9 إلى 12 من يوم الثلاثاء مثلا الموافق 28/4/2015. الآن نصل إلى نهاية هذه المحاضرة مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء في محاضرات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.